المعوا نجوم الفن الجزائري بمختلف طبوعه، اجتمعوا ليقدموا لوحة فنية تعبر عن عمق وتنوع التراث الموسيقي المحلي. الوقوف فوق خشبة وأمام جمهور ينتظر فناً راقياً، مسؤولية جعلت هؤلاء النجوم يقدمون أريجاً من الفن الأصيل والراقي. صحرايان، جمعية نيلية وأكليدي، أصوات لمعت سهرة أمس في الطبعة الرابعة للصالون الدولي للإبداع، وكل حامل رسالة فنية إنسانية جميلة وهادفة. إن شاء الله جينا شفنا الأجواء اليوم كانت رائعة تبارك الله، وتفاعل الجمهور وحضور تبارك الله كان متفاعل وغفير. متوقعناش أن الجمهور العاصمي يكون كما هكذا زعمك ناشط، الحمد لله فات روعة. C'est un message musical humain. Moi, voilà, c'est moi, enfin, quand je chante en Europe, voilà, je véhicule toujours le message pour la paix, quoi. J'aime la paix. Comme j'aime la paix, je la souhaite pour les autres. شعب ناشط، الأورغانيزاسيون مليحة تبارك الله، المقدمين كلش حاجة مليحة تبارك الله، الله يبارك إن شاء الله. أصيلة جمعية يعني تبع الأصالة نتاع التقليدين نتاع ولاية تيندوف، الفن نتاع ولاية تيندوف.